مساء الخير مشاهدينا الكرام. عشية الذكرى 47 لحرب 13 نيسان لابد من التذكير وأخذ الفكر والعبر من أجل التغيير ونفض كل ما أوصلنا إلى التعتير. السباق المحتدم على مقاعد الندوة البرلمانية ودخول الأفرقاء المعنيين بالاستحقاق الانتخابي مرحلة التعبئة الجماهيرية وانهمار مهرجانات إعلان اللوائح لم يحجب انكباب البرلمان والحكومة على دراسة وإقرار مشاريع قوانين قبل المهلة الفاصلة عن موعد 15 من أيار، وأبرزها الكابيتال كنترول وموازنة 2022، وهما مؤشران يتسمان بالإيجابية حيال الالتزام بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي كانت السفيرة الفرنسية أنك غيو أول المرحبين والمتفائلين به، وذلك بالتزامن مع قرار لجنة المال النيابية دعوة الحكومة إلى اجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة. وفيما دعا رئيس المجلس النيابي إلى جلسة اللجان المشتركة الأربعاء، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في قصر بعبدة، وفي جدول عملها 29 بندا، والجلسة قد تقر تعيينات إدارية إذا تم الاتفاق عليها مسبقا، وبالتالي إذا طرحت من خارج الجدول المتضمن في بنده التاسع عرض الرئيس ميقاتي للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد. أما ضمن زخم العودة الخليجية إلى لبنان، فالسفير القطري الجديد في بيروت حيث يقدم أوراق اعتماده، وحركة للسفيرين السعودي والكويتي بلقاءات تشاورية. ولقد سمع رئيس الحكومة من السفير البخاري حرص المملكة ملكا وولي عهد وقيادة على دعم لبنان، مشددا في المقابل على أهمية أن لا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. معيشيا، انحسار أزمة رغيف الخبز في بعض المناطق مع الإعلان عن أن رئيس الحكومة ووزير المال وقعا قرارا قضى بسحب 15 مليون دولار بشكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان، أي ما يعرف بالإس دي آر، لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح. في الخارج، حدث أمني في بروكلين. نيويورك تايمز نشرت هذا المساء أن المشتبه به بحادث إطلاق النار في إحدى محطات الأنفاق في بروكلين يرتدي قناعا ضد الغاز وسترة عمال، ولقد توقفت غالبية خطوط القطارات في نيويورك بعد إطلاق النار، وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا، وتم العثور على عبوات يشتبه بأنها متفجرة، كما أفيد عن 17 جريحا، 8 منهم أصيبوا بإطلاق النار. بداية تفاصيل النشرة من الانفجار الذي هز بلدة بن عفول الجنوبية وأسفر عن ضحية وعدد من الجرحى. انفجار شديد هز بلدة بن عفول الجنوبية قضاء صيدا صباح الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل الشاب علي توفيق الرز وهو نجل رئيس بلدية بن عفول وإصابة 5 آخرين. الانفجار حصل في مبنى ملاصق لمبنى البلدية والذي يشغل جزءا منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية التابع لحركة أمل. الانفجار أسفر عن تدمير مبنى المجلس البلدي بالكامل وألحاق أضرار كبيرة بالمبنى الملاصق له. قبل نسمع بنت الفرقع يتفرقع، يلا كل شوي شي ربع ساعة ضلت 10 دقايق. ايوه بدك تقول 10 دقايق ربع ساعة. ظهرنا رحت على الشارع لهونيك، طلعت لقيت من باب البلدية عم تطلع مثل دخني 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 شوي، صار يطلع من نص البلدية من فوق من على السطح شرارة. كان الكريم صارت كوكي بيضة هون وما ما شعنا حدا. ايه بعدين جيت على البيت لقيت المطبخ عجيبة، شو هذا كأنه طالع عندي بقلب البيت.
وحول تفاصيل الحادث أوضح المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل في بيان أنه في المعلومات الأولية ونتيجة لاحتكاك كهربائي نشب حريق تسبب بانفجار قوارير الأكسجين المخزنة في المبنى والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة، فارتقى على أثره الأخ المجاهد علي توفيق الرز. بالإضافة إلى عدد من الجرحى تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا. حركة أمل نعت الشاب الفقيد علي توفيق الرز الذي ووري في الثرى في جبنة بلدته بن عفول، وكانت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية قد هرعت إلى المكان لإزالة الأنقاض، فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن فرقه وصلت إلى مكان الحدث لنقل الجرحى. وأكد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتاني عن وقوع ضحية وخمسة إصابات، البعض منها احتاج إلى عمليات جراحية، وهناك إصابتان في غرفة العناية الفائقة، فيما عولجت الحالات الثلاث الأخرى على الأرض. كذلك حضرت فرق الدفاع المدني اللبناني. أما الجيش اللبناني ففرض طوقا أمنيا في محيط الانفجار الذي شهدته بلدة بن عفول الجنوبية. والآن إلى الحركة المضطردة للسفير السعودي منذ ليل أمس من الإفطار الرمضاني الذي أقامه على شرف رئيس الحكومة الذي أعلن أنه سيزور المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك. تأسيسا على حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية فيما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وهي الأساس كدولة، جاء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارة الأخير في اليرزي الذي أقام على شرف ميقاتي مأدبة إفطار رمضانية. وسعادتي ما سمعته من سعادته من حرص المملكة ملكا وولي عهدا وولي عهد وقيادة على دعمها للبنان وحرصها أن تكون دائما إلى جانب لبنان كما كانت دائما. تحدث سعادته عن الشراكة السعودية الفرنسية بما يتعلق بدعم أغلب معظم القطاعات، ستة قطاعات في لبنان، وقال أن عودته في هذا الشهر الفضيل هو عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني. لم أشعر يوما أن المملكة العربية السعودية أغلقت أبوابها أمامي أو أمام أي لبناني. فنحن نعلم تماما أن اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطين بكل رعاية وكل اهتمام من قبل القيادة، وأنا بإذن الله سأقوم بزيارة المملكة العربية السعودية قريبا جدا، وإذا أردت التاريخ خلال شهر رمضان إن شاء الله. نحن نتكلم عن علاقات بين دولتين، فالضمانة التي أعطيتها والبيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية بما يتعلق بأفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي هي الأساس كدولة. حفل الإفطار حضره الرؤساء أمين الجميل ميشيل سليمان فؤاد السنيورة تمام سلام وسفراء فرنسا الولايات المتحدة بريطانيا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة وزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلا الرئيس نبيه بري النائب بهية الحريري ورؤساء أحزاب القوات الاشتراكي والكتائب. السفير السعودي أكد أنه لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان والمملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية. لم يكن هناك قطع للعلاقات، كان هناك استدعاء للتشاور. المملكة العربية السعودية مرتكزاتها وأخلاقياتها لا تسمح لها أن تتدخل في السيادة الداخلية للدول. الانتخابات إجراء داخلي ولن نقف بجانب طرف على حساب طرف آخر داخل لبنان. المملكة العربية السعودية يهمها بالمقام الأول وحدة الصف اللبناني، ويهمها أيضا الاهتمام بالإنسان اللبناني بكل مكوناته أيا كان انتمائه أيا كانت جذوره. وفيما أعلنت سفيرة فرنسا في لبنان أنجريو العمل مع السعودية في مشاريع إنسانية تجاه لبنان، أكدت السفيرة الأمريكية في لبنان دوريس شاي أن الأمل موجود لعودة الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
السفير السعودي وليد البخاري الذي ستكون له محطة ظهر غد زار اليوم الرئيس تمام سلام في دارته المصيدة، حيث صرح سلام أن السفير بخاري نقل أماني الأخوة المسؤولين في المملكة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد إلى جميع اللبنانيين، لأن المملكة دائما كانت علاقاتها وثيقة بلبنان وبكل لبنان، ونحن نعمنا بذلك في مناسبات كبيرة مهمة ومحطات تاريخية كبيرة كان للمملكة فيها دور المساعد والداعم. استمعت إلى سعادة السفير، جهود كبيرة أطلعني عليها بالتعاون مع دول من أجل لبنان لمساعدة اللبنانيين في حياتهم اليومية. الكل يعرف الأزمة الكبيرة الاقتصادية والمالية التي يمر بها اللبنانيون. نحن مقبلون على استحقاق ديمقراطي كبير هو الانتخابات النيابية، نأمل أن يتم هذا الاستحقاق وتكون فرصة للتغيير، فرصة للانطلاق بلبنان وباللبنانيين بظروف أفضل وأحسن مما نحن فيها اليوم. وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي زار السفير السعودي في السفارة السعودية هذا المساء، حيث كرر مولوي التشديد على أهمية العودة الخليجية والسعودية إلى لبنان، كما أكد أهمية إجراء الانتخابات في 15 أيار المقبل. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي، الذي أكد محبة الكويتيين للشعب اللبناني الشقيق ووقوف دولة الكويت إلى جانب لبنان في محنته، متمنيا أن يعم الاستقرار والازدهار في لبنان وأن تحل أزماته. وحمل المفتي دريان السفير القناعي شكره إلى دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب اللبنانيين في كل المجالات، وأكد الدور الريادي الذي تقوم به دولة الكويت في لبنان والمنطقة العربية. نثمن عاليا المبادرة التي قام بها وزير الخارجية الكويتية بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب والخليجيين. لفت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليلة أمس إلى أننا دخلنا فترة مهمة في مسار الانتخابات، ونحن أمام أسابيع قليلة قبل الاقتراع وإعلان النتائج. الفريق الآخر منذ فترة يشكك دائما في إجراء الانتخابات، وبعض السفارات تهمس بتأجيل الانتخابات النيابية بالتزامن مع ترجيح حصول فريقنا السياسي على الغالبية. السيد نصر الله أوضح أن الحصول على الثلثين في المجلس النيابي المستقبلي ليس هدف فريقنا السياسي، وما يقال هو للتحريض، معتبرا أن ثقافتنا ورؤيتنا أن أي تغيير في النظام السياسي يجب أن يحصل بالحوار، لا بالاستقواء ولا بالنصف زائدا واحدا ولا بالثلثين. عم ينحكى مناخ أنه هلأ لأسباب عديدة يبدو أنه الانتخابات الجاي الغالبية الحالية، اللهم بيقولوا حزب الله وحلفائه، نحن منقول هذا الفريق السياسي اللي نحن جزء منه عم بيقولوا أنه هو سيحافظ على الأغلبية النيابية. طيب لو بدي علق عليه هذا الحكي، بل ذهب بعضهم احد الرؤساء السابقين الى القول بانه هناك خطر ان يحصل هذا الفريق السياسي على ثلثين، يعني يجب ان يخوض الفريق الاخر معركه الحصول في الحد الادنى على الثلث الضامن. اولا الحصول على الثلثين ليس هدف فريقنا السياسي، ثانيا هذا الهدف غير منطقي وغير واقعي، كل الجدل القائم بالبلد مين بحصل على الأغلبية، النص زائد واحد أو النص زائد خمسة أو النص زائد عشرة، لكن ما حدا بباله، ما بعتقد حدا من القوى السياسية أو الائتلافات السياسية الموجودة في البلد أصلا بيعتبر أن هدف الحصول على ثلثي أعضاء المجلس النيابي المستقبلي هو هدف منطقي وواقعي. وثالثا أنه بمعزل أنه هذا هدف واقعي أو لا وممكن أو لا، نحن أساسا ثقافتنا وموقفنا ورؤيتنا أنه أي تغيير أساسي بيتعلق بالنظام، بيتعلق بالدستور، بيتعلق بمقومات البلد، بهوية البلد، هذا يجب أن يحصل عليه تفاهم وطني، إجماع وطني، حوار وطني،
لا يحصل بالاستقواء لا بأغلبية أغلبية نصف زائد واحد ولا بأغلبية ثلثين ولا بأغلبية سلاح ولا بأغلبية شارع على الإطلاق. هاي قناعتنا وهي ثقافتنا. لكن على كل حال هذا يقال الآن فقط لشد الهمم للتحويض للناس المنكفئة عن المشاركة بالانتخابات حتى تجي تنتخب، أو المنكفئة عن التصويت لهؤلاء حتى تصوت لهؤلاء. وإلى إبداع طبي، الدكتور سليمان بولطايف أجرى عملية زرع نادرة لعدسات نظر 12 درجة في عيني غوى جهاد القاضي من بلدة عين عطا. دكتور أبو طيف خريج الجامعة اللبنانية وحائز على زمالة الكلية الملكية البريطانية لجراحة العين. إنجاز طبي جديد في جراحة العين لمستشفى رشايا الحكومي بتوقيع طبيب العيون اللبناني سليمان أبو طيف. قرار شجاع اتخذه الدكتور أبو الطيف بإجراء عملية زرع عدسات خاصة مصممة لعين المريضة غوى جهاد القاضي، وهي تعاني من قصر نظر كبير خصوصا وأن الليزر غير كاف للعلاج. العدسات حديثة جدا وصممت بشكل خاص لعيني المريضة. أبو الطيف أشار إلى أن العدسة صممت في بريطانيا واستقدمها معه بصفته طبيبا مخصصا في جراحة العين، وهي مكلفة لكنها تزرع مرة واحدة وتبقى في العين على مدى الحياة. وقال أبو الطيف أن العين تراقب كل 6 أشهر خلال السنة في المرحلة الأولى ومن ثم كل سنة مرة. اخترناها بالتحديد للمريضة اللي عملت عملية لأنه عندها 12 درجة وهي عملية ما هي درجة ما بتصلح بالليزر وارتأينا أنه نمشي بزراعة العدسة اللي هي كتير جديدة. العدسة تمكننا من تأمينها بشراء ببريطانيا من الشركة اللي بتصنعون مباشرة وتمكنت من أخذها على لبنان وزرعها بمستشفى الرشاية الحكومي. وهذا كان تحدي إلنا اللي للمستشفى وللمريضة أنه نتمكن من زرع العدسة بمستشفى الرشاية رغم ضعف الإمكانات وعدم وجود غرفة عمليات للعيون بالتحديد. وزف أبو طيف بشرى المريضة مؤكدا أن العملية تمت بنجاح باهر، فزرعت عدستين في عيني المريضة بعملية واحدة وبتأثير بنج موضعي، وطمأن أنه بعد مراجعة للمريضة بعد يومين كانت العين مرتاحة جدا. من جهتها عبرت المريضة غوى القاضي عن شكرها العميق للدكتور أبو الطيف على اهتمامه الكبير ومتابعته العملية التي أحدثت تغيرا كبيرا في مسار حياتها. بظل الأزمة الصعبة اللي عم يمر فيها البلد وبالذات القطاع الطبي ما قدرنا نلاقي مستلزمات العملية بلبنان، جابن مع الدكتور من الخارج. أنا أول شيء بدي أتشكر الدكتور سليمان أبو الطيف يلي قام بهذه العملية، وبدي أتشكر إدارة مستشفى رشايا الحكومي يلي قدمت لنا غرفة العمليات والمايكروسكوب. أكيد ما خفت من العملية لأنه كان عندي كامل الثقة بشطارة الحكيم وكمان بنظافة غرفة عمليات مستشفى رشايا الحكومي. رئيس الجمهورية العماد عون وقع 11 قانونا أقرها البرلمان. الرئيس عون أكد أمام وزير الصناعة وجمعية الصناعيين الاستمرار في العمل من أجل تحقيق التعافي في كل المجالات لا سيما الصناعية منها. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن اليأس لا مكان له في تفكيره، وفي المدة الباقية من العهد لا أحد يعتبر أنه سيتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي، وأضاف علينا جميعا أن نتجند من أجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا، مشددا على أن القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي. أكبر قدر ممكن من الإنتاج الصناعي. هلا نحن قدام التجربة القاسية ونطلع منها كيف نتجند كلنا لحتى ننتج، وانتو أول المنتجين بهالميدان هيدا وأنا قلق وأكيد الأغلبية منكم سمعين شو عم بقول. من وقت اللي انتخبت لوقت اللي صارت 48 مرة هيك مع كل المجموعات اللي زرتنا صناعية تجارية بحكيهم عن الاقتصاد المنتج، وهلا جيتوا كلكم منتجين إن شاء الله يكون في هالازدهار بالقطاع هيدا يلي بيساهم كتير
بازدهار البلد. اليومين عملنا اتفاق مع الاي ام اف، الاتفاق الاول الساف اجريمنت، ونحوله مع الوقت لفاندينج اجريمنت. يعني وهلا بدنا نبلش هالاسبوع او الاسبوع الجاي نعمل القسم الاول الاصلاحات المطلوبه حتى يبلشوا يساعدونا تدريجيا. ان شاء الله هالشيء بصير يقلع معه البلد، بصير في بيرجع شغل، بيرجع في دوره اقتصاديه. كلام رئيس الجمهوريه جاء خلال استقباله وزير الصناعه جورج بوشكيان يرافقه وفد من اعضاء مجلس الاداره الجديد لجمعيه الصناعيين برئاسه سليم زعني. بوشكيان اكد ان القطاع الصناعي قادر على التفاعل مع صناعات جديده احتاج اللبنانيون اليها بشده، ونحن اتخذنا الكثير من القرارات الرادعه والحاميه والمحفزه لتبني المواصفات والمعايير. الصناعه هي قطاع المستقبل، تتطور باستمرار وتوفر ظروفا افضل وتؤمن بيئة عمل تلبي توقعات الأجيال الجديدة القادمة إلى سوق العمل، الأمر الذي يسمح للشباب بإيجاد مكانهم والعثور على الفرص والتقدم. زعني أكد أنه لديه الأمل برئيس الجمهورية من أجل احتضان الصناعة اللبنانية ودعمها. وبعد الظهر التقى رئيس الجمهورية النائب إيدي معلوف وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية والاستحقاق الانتخابي إضافة إلى حاجات منطقة المتن. في سراي لقاءات عدة لرئيس ميقاتي الذي اجتمع بوزير الداخلية بسام مولوي والنائبين فرنجي والحجار. الأوضاع الأمنية في البلاد تناولها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية بسام المولوي. الرئيس ميقاتي التقى النائب محمد الحجار الذي أطلع رئيس الحكومة على الدراسات التي كانت أعدت في السابق لمعمل الجي وكلفت نحو مليون دولار، وأتت خطة وزارة الطاقة الجديدة لتطيح بما أنجز في السابق. وطلعتوا على الدراسات اللي انعملت لحتى يصار الى استبدال معمل جي الحراري، استبداله بمعمل جديد، وكيف عم نطيح بكل هذه الدراسات عرض الحائط لنروح لنعمل معمل جديد للكهرباء بسلعاتها بكلفه اعلى بكثير. الرئيس ميقاتي عرض التطورات مع النائب توني فرنجي، وكان اجتمع برئيس جمعية المصارف سلموس فايف. لقاء تضامني في الذكرى التاسعة لاختطاف المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم ودعوات لمعرفة مصيرهما. تسع سنوات على اختطاف المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم ولم تظهر الحقيقة بعد. لن ننسى لن نسكت، بهذا العنوان كان اللقاء التضامني الذي عقد بدعوة من اللقاء الأرثوذكسي والرابطة السريانية بحضور عدد من الشخصيات، تحدثت عن هذه الذكرى التي يجب أن تبقى في وجدان كل منا والأمل في أن ترفع يوما الستارة السوداء عن هذه القضية. هذا ما أكده الوزير السابق سليم جريصاتي ممثلا رئيس الجمهورية. الدولة اللبنانية لم تألو جهدا في هذا الشأن، حيث تم التواصل في حينه ولا يزال عند الإتاحة وتقاطع المعلومات بالأجهزة الأمنية والاستخبارية السورية والروسية معا. هذا التواصل الذي كلف وتكفل به المدير العام للأمن العام اللبناني الذي نقدر جهوده عاليا في هذه السياقات. النائب نولا نحاس ممثلا رئيس مجلس النواب لفت الى ما تعانيه هذه المنطقه. جزء من هالدراما اللي عم نعيشها كلنا بهذه المنطقه. بس ما لانه هيدي جزء من هالمشهد المؤلم الذي نعيشه جميعا يجب ان نستكين، يجب ان نسكت، يجب ان لا نحاول ان نعرف الحقيقه. معرفة الحقيقة هذا واجب علينا جميعا، لأنه نعرف الحقيقة نكون عم نسترجع نوع من الحق، نوع من الأصول الأساسية. وزير الإعلام زياد مكاري ممثلا رئيس مجلس الوزراء أكد أننا نستذكر المطرانين كصوت مقاوم دفاعا عن معنى الوجود والتنوع. لقد تجاوز الاعتداء على المطرانين مسألة الاعتداء على طائفة معينة، فما نتعرض له من ظلم وفتن وأحقاد وكراهية ومؤامرات يدعون جميعا
إلى التضامن في مواجهة من يحيك هذه المؤامرات لأوطاننا، ويسعى إلى تفتيتها وتمزيق نسيجها القائم على أساس التنوع المثمر والعيش الواحد. لن يخطف هذا الشرق، ما زلنا هنا نطالب بالتنوع. لن يغيب هذا الشرق، ما زلنا هنا نتذكر ركائزه الثقافية والدينية. وكانت كلمات شددت على أهمية معرفة مصير المطرنين وأهمية التضامن في وجه الأحقاد. أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيير فرانسيس قرارا بتخفيض كفالة شقيق حاكم مصري في لبنان رياض سلامي رجل سلامي إلى 200 مليار ليرة. وكان قد تقدم وكيل سلامي المحامي مروان عيسى الخوري باستئناف قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لتخفيض الكفالة المالية بعد قرار إخلاء سبيل رجل سلامي لقاء كفالة قيمتها 500 مليار ليرة لبنانية. أقامت الجبهة السيادية من أجل لبنان إحياء خطابيا في ذكرى 13 نيسان 1975 مشبهة تلك الحقبة بما يحصل اليوم. إنها العين ذاتها في عين الرماني، العين التي قاومت مخرز الانفلاش الفلسطيني والاحتلال السوري بحسب البيان، هي اليوم تقاوم مشروع الهيمنة الإيرانية بحسب بيان السيادية. في 13 نيسان لا ننسى، لكننا نسامح ونأخذ العبر، وأولها عندما يقرر شعب أن يصمد في أرضه يقاوم ولا يستسلم، فكل أمم الأرض لن تقوى عليه. في هذه الذكرى بالذات دعت الجبهة السيادية إلى وعي أهمية الانتخابات النيابية المقبلة من خلال الورقة التي ستضعونها في صندوق الاقتراع. صوتك صوتك هو أمضى سلاح لمواجهة السلاح ولتغيير الزمرة الفاسدة ولحفظ الدولة والوطن والسيادة والحرية. بعد انتهاء الكلمات توجه وفد ووضع إكليل الزهر على نصب شهداء المقاومة اللبنانية في عين الرماني تخليدا للذكرى. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا جميع اللبنانيين إلى عدم الخوف من مقاومة الوضع لجهنم الحالي، وإلى رفض جميع الذين أوصلوا لبنان واللبنانيين إلى هذا الوضع في كل المجالات من دون استثناء. وأشار إلى أن التغيير الحقيقي الفاعل يكون عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة والمحددة ب 15 أيار. موقفه ورد في معراب خلال إعلان مرشحي القوات اللبنانية لدائرة علي. زار وزير السياحة المهندس وليد نصار وزير الدفاع العميد موريس سليم في اليرزي، وعرض معه التطورات وأبرز المستجدات الحكومية والسياسية المحلية. كذلك زار الوزير نصار قائد الجيش عماد جوزيف عون وبحث معه في أوضاع المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية في البلاد، مؤكدا وجوب تخصيص المؤسسة بالدعم والاحتضان الكاملين من جميع الأفرقاء والدول الصديقة، خصوصا أنها الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان وحفظ أمنه واستقراره. وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية تناول مع سفيرة إيطاليا في لبنان ووفد من سلطات الطيران المدني الإيطالي تفعيل العلاقات مع كل دول العالم باستثناء إسرائيل لرسم خارطة جديدة من العلاقات بين مديريتي الطيران المدني اللبناني والإيطالي لتعزيز السلامة العامة في المطار. لقاء بين نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ووزير الإعلام دكتور زياد مكاري في مقر المجلس، والوزير مكاري لفت إلى أهمية الحوار الوطني. لقاء تعارف يعني من ضمن البرمجة اللي عم بعملها على القيادات الروحية. طبعا حطينا سمحته بجو الاجتماعي اللي انعمل امبارح بوزارة الإعلام اللي اجتمعوا في كل وسائل الإعلام اللبنانية. ومثل ما أكيد بتعرفوا فينا فيه على كان جلسة حوار لتنظيم شوي بيتنا الداخلي المتعلق بانتخابات النيابية، ورجعنا تحدثنا شوي عن قصص العلاقة بتاريخ البلد بالحوار الوطني
من الحوار بين المذاهب والطوائف. وزير الدفاع العميد موريس سليم خلال جولة تفقدية لعدد من وحدات الجيش وقد اختتمها بالطبابة العسكرية. نوه وزير الدفاع العميد موريس سليم خلال جولة تفقدية لعدد من وحدات الجيش وقد اختتمها بالطبابة العسكرية بالتضحيات التي يقدمها العسكريون والتزامهم بالمبادئ والقيم التي يعيشونها في المؤسسة العسكرية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مثنيا على سهر قياداتها على مستوى الانضباط في الجيش. رغم التحديات الصعبة يلي عم مر فيها بلدنا، بعدكم عم تقوموا بدوركم على أكمل وجه وبعطاء يومي متزايد وبرعاية قيادتكم وبرعاية قيادة الجيش لكم. لا شك أنه البلد عم يمرق بظروف صعبة كلنا عم نعيشها عسكريين ومدنيين، مجتمعنا كله حاسس بضغط الحالة يلي البلد عم يمر فيها، ولكن بجهود كل المخلصين بجهود الجيش يلي بيشكل العمود الفقري الأساسي لهالبلد وبتضحيات العسكريين وبجهود كل أبناء وطننا وكل المسؤولين فيه نقدر ننهض من الكبوة يلي وطننا وصل لها. الوزير سليم أكد أن الطبابة العسكرية تبقى صمام الأمان والحاضنة لصحة كل العسكريين وسلامتهم. أعلن النائب الدكتور عاصم عراجي أن لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية درست اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 277 المتعلق بتعديل الفقرة 6 من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 وهو يتعلق بضمان الأطباء حيث أنهم كانوا مضمونين لسن 64، مشيرا إلى أنه تقدير للجسم الطبي. من جهة ثانية دعا عراجي إلى تأمين الأدوية للمواطنين خصوصا أدوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية، لافتا إلى أن هناك أدوية تباع في السوق السوداء. من جهته أشار النائب حجار من مجلس النواب إلى أن من تسبب بهد الكهرباء بأكثر من 50 مليار دولار يتنصل من الانهيار، وتمنى إبدال معمل جي وخطة النهوض ببناء معملين داير عمار وزهران. من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي وهو يتعلق بضمان الأطباء حيث أنهم كانوا مضمونين لسن 64 مشيرا إلى أنه تقدير للجسم الطبي. من جهة ثانية دعا عراجي إلى تأمين الأدوية للمواطنين خصوصا أدوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية، لافتا إلى أن هناك أدوية تباع في السوق السوداء. سواء الوضع الاقتصادي أو الوضع الدوائي أو الوضع الاستشفائي، حقيقة لما واحد يحكي عن الوضع الدوائي والاستشفائي بيحزن قلبه لما نوصل لمحل بلد مثل لبنان، وخاصة أنا مرأت بالفترة الذهبية تبع قطاع الاستشفاء بلبنان. بيحزن أن واحد لما كان مريض يجي على الطوارئ كان دوري يلاقي محل، مريض يجي على حساب الوزارة والمؤسسات الضامنة كلها العسكرية كان يلاقي محل. هلأ نوصل لمحل نوصل أنه الطبيب المريض اللي بده يفوت على المستشفى بده يكون من طبقة الأغنياء للأسف، وإذا ما كان من طبقة الأغنياء أهلاته يمكن يروح يبيعوا شيء عندهم سواء ذهب أو يبيعوا بيتهم أو يبيعوا سيارتهم. من جهته أشار النائب محمد الحجار من مجلس النواب إلى أن من تسبب بهدر الكهرباء بأكثر من 50 مليار دولار يتنصل من الانهيار، وتمنى استبدال معمر ألجية في خطة النهوض ببناء معملين في دير عمار والزهراني. سمعنا وشاهدنا من كم يوم حديث انتخابي بيتنصل فيه من كل الانهيار الحاصل بالبلد اللي سيطر على وزارة الطاقة ومازال مسيطر عليها اليوم ومن حوالي 22 سنة. سيطر على هذه الوزارة وسيارة لمصالحه الخاصة وهدر فيها المال العام بفعل أداء استحق. التطورات في جنوب شرق أوروبا بالتقرير الآتي.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستتحقق دون أي شك، وهي الأهداف التي وصفها بالنبيذة، مؤكدا أن روسيا لا تسعى للانعزال عن العالم. وأشار بوتين إلى أن كييف انتهكت كل اتفاقات مينسك، مضيفا أنه بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا كان يحمي روسيا ولم يكن لديه خيار آخر. الرئيس الروسي أضاف بالقول أنه لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة في دوناباس بشرق أوكرانيا. في المقابل حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا، ودعا الغرب إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو، لافتا إلى أن احتمالية استخدام الجيش الروسي أسلحة كيماوية نوقشت بالفعل، ما كان يعني في ذلك الوقت أنه كان من الضروري أن يكون هناك رد فعل أقوى وأسرع على العملية الروسية. فيما أكد وزير القوات المسلحة البريطانية أن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة للرد على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا من جانب روسيا. ميدانيا تم الاتفاق على إقامة 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، على أن يكون 5 من الممرات من منطقة لوغانسكا في شرق البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعي ذخيرة لأوكرانيا في منطقتي كييف وخيلمنسكي، لافتة إلى أن القوات الروسية قصفت مستودعا للذخيرة وحظيرة طائرات بالقرب من كييف. رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يتعهد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. تعهد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف وزعيم المعارضة السابق بمعالجة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى وصول الروبي العملة الوطنية الباكستانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وفي السياق دعا شهباز إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها حاسمة بالنسبة لباكستان، وهو خروج ملحوظ عن علاقات خان الفاترة مع واشنطن التي اتهمها بتدبير الإطاحة به. وحصل مرشح المعارضة شهباز الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف على 174 صوتا في الجمعية الوطنية المكون من 342 عضوا. وجاء انتخاب شهباز بعد تصويت حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد. من جهته أعلن خان بأنه لن يقبل الحكومة المستوردة، داعيا أنصاره على الاحتجاج على النظام الجديد. وأثار إبعاده من السلطة احتجاجات في الشوارع واستقالات جماعية لنواب حزبه وصلت إلى 100 استقالة، احتجاجا على التغيير الوشيك للحكومة، مسببين أجواء غير مؤاتية لرئيس الوزراء الجديد، بينما يحاول إخراج بلاده من أزمة سياسية واقتصادية. أخيرا أكد شريف: نحن نبدأ حقبة جديدة من التنمية اليوم. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكركم ودمتم بخير.